السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي على وجهها ولو كان لغير ضرورة؟ الشعر المؤذي يزال، أما شعر الحاجبين فلا يجوز التعرض له، وأما الشعر غير الحاجبين إذا كان يؤذيها فلا بأس بإزالته، وإذا كان ما يؤذيها فالأحسن أنها لا تتعرض له. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.